أطلقت الشركة الصينية لإلكترونيات شاومي تسويق 3 هواتف ذكية جديدة من سلسلة ريدمي نوت. المنتجات الجديدة تم تقديمها في حفل خاص شارك فيه عدد من المحبين لعلامة شاومي إلى جانب مجموعة من المؤثرين، وهي مرحلة أساسية في استراتيجية شاومي الدولية التي تتوخى جعل التكنولوجيا الأكثر ابتكاراً متاحة للجميع بأسعار في متناول أكبر عدد ممكن من الزبناء. قدمنا 3 ديال المنتوجات جديدة في السلسلة ديال ريدمي نوت، اللي هما ريدمي نوت 11 برو، ريدمي نوت 11 برو 5G، ريدمي نوت 11 برو بلس 5G. هاد الهواتف اللي تلقات حاليا في السوق المغربية، اللي هي كتعتبر من الفئة المتوسطة ولكن عندها مميزات ديال الهواتف اللي في الفئة العالية. السلسلة الجديدة للريدمي نوت التي تتراوح أسعارها بين 3500 و 4500 درهم تتميز بخاصيتين أساسيتين تعتمدان على تكنولوجيا متقدمة مستخدمة في تطوير مهام الكاميرا التي تصل جودتها إلى 108 ميجا بيكسل، وكذلك في السعة غير المسبوقة لشحنها ب 120 واط والقادر على شحن البطارية بشكل كامل في 15 دقيقة فقط. بالنسبة لعلامة شاومي في المغرب، كما كتعرفوا بدأت أكثر من 3 سنوات حاليا، وحاليا صبحات كتصدر يعني مراتب متقدمة في السوق المغربية، لا من حيث المبيعات ولا من حيث الحصة السوقية، وهذا عن طريق استراتيجية اللي كتنهجها الشركة يعني بتقريب التقنية لجميع فئات المجتمع، وكتعطيك أفضل منتوج وأفضل تقنية بأقل ثمن ممكن. بأزيد من 250 مليون مستخدم عبر العالم لعلامة شاومي، تواصل سلسلة ريدمي نوت المبتكرة العمل في مجال التكنولوجيا المتطورة والمميزات الاستثنائية، وذلك في أكثر من 100 بلد ومنطقة عبر العالم، باعتبارها أحد المنتجين الرئيسيين للهواتف الذكية في العالم، محتلة المرتبة 3 على المستوى العالمي خلال الفصل الأخير من سنة 2021.